مهللين مكبرين خاشعين لله عز وجل شاكرين المولى على إتمام نعمة الصيام والقيام. هكذا استقبل جموع المصلين عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالعاصمة، أين أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن صلاة عيد الفطر المبارك إلى جانب وزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي الإسلامي بالجزائر وجمع من المواطنين. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله كثيرا. وفي خطبتي صلاة العيد ركز الإمام على الحقوق العامة وواجبات المسلم، وكذا حقوق الوالدين وصلة الرحم قصد الحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية الجزائرية. كما أكد الإمام على ضرورة الحفاظ على الوطن والتحلي بالروح الوطنية العالية ليعرج بعدها على دور الأمة في توحيد صفوفها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الغطرسة الصهيونية. إن تحت وطأة المغتصبين الصهاينة المعتدين، والأيام دول، ولعل الفرج قريب إذا تجسد وفاق الجزائر المبارك وشروق الفجر قد لاح إذ تضافرت جهود الأمة يسندها الخيرون الأحرار في العالم الذين يرفضون الظلم والاستبداد. ويوم تعود بيت المقدس إلى رحاب الأمة، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وتكتمل الفرحة بالعيد بإذن الله. إن جزائر الجهاد والاستشهاد حكومة وشعبا لتقف موقفا ثابتا من كل القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية الأقصى المبارك. فاللهم عجل بفرج كربتنا في أقصانا، وأذهب المحن والبلايا عن كل شبر يذكر فيه اسم الله. اللهم وفق إمامنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ حاكم البلاد بحفظك، واكلأه بكلاءتك، وأيد بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغيث، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم. وعقب صلاة العيد تلقى الوزير الأول التهاني من جموع المصلين. عيد مبارك.